أما إذا كنت تؤسس مؤسسة أو صاحب شركة أو صاحب مؤسسة وتريد التربح في المجال التقني، فيجب عليك أن تدرس قصور المنتجات القائمة وتنتهج نهج إعادة اختراع العجلة لأسباب عدم انسجام المنتج مع متطلبات واحتياجات العميل المحلي. تمام؟ لا يمكن في كل الأحوال أن يلبي المنتج المستورد احتياجات العميل المحلي، وهذا ينتج عنه في كثير من الحالات أنه في بعض العملاء يذهب إلى تأسيس قسم خاص للتطوير لتلبية احتياجاته الخاصة التي لا يعلم بها ولا يدركها الشركة البعيدة أو المنتج البعيد. وفي أحسن الأحوال الشركة البعيدة وإن كانت شركة ضخمة هي لا تستطيع توفير خدمة الصيانة والتشغيل للجميع. هذا من أصعب التحديات الموجودة للشركات الضخمة، أنها لا تستطيع توفير خدمة ما بعد البيع بكامل الإمكانيات المتاحة.